العمارة الجنب قدام المنشار ده، احنا سمعنا صوت انفجار اتكسر ازاز المنشأة كلها، وبعد ما خرجنا لقينا عربيات مولعة ومتفاجئة، لقينا موكب بقايا الموكب بتاع وزير الداخلية. بعد كده بعد دقيقتين ثلاثة خرج وزير الداخلية من العربية بتاعته، أمنوه، فضلوا يضربوا نار في الهواء لغاية ما أمنوه خرجوه ووصلوه البيت. بعد كده بدأت العربيات تتوافد وأمنوا المنطقة. كان في حدود الساعة كام يعني الانفجار ده؟ الكلام ده حصل الساعة 10 وثلث، بعديها بخمس دقايق حصل الانفجار.